أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ازرع فكرة. ازرع فكرة برنامج بيهم كل بيت في مصر وكل أسرة عربية. أعزائي المشاهدين، كل فتاة بتحلم بالجواز واليوم اللي هتكون فيه أم وتعيش اللحظات السعيدة وهي بتضم ابنها أو بنتها. الأمومة أجمل المشاعر وأجمل وأغلى هدية بيمنحها ربنا سبحانه وتعالى لكل امرأة. عشان كده حلقتنا النهارده خاصة جدا، وهداء من برنامجكم ازرع فكرة، خاصة اننا في شهر من اجمل الشهور اللي كلنا بنحتفل بيه بعيد الام. خرجنا بعد ساعات البرنامج لصرح كبير ومميز يعد اكبر سنتر طبي تخصصي، وهو سنتر عيادات كوينز التخصصي للنساء والتوليد وتأخر الانجاب. بيضم سنتر عيادات كوينز التخصصي نهبة من الأطباء البارزين والبارعين في النساء والتوليد بجميع التخصصات حيث بيتكون فريق العمل الطبي من 5 أطباء بيرأسهم الأستاذ الدكتور أحمد الجزار، أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني، استشاري المناظير الجراحية لأمراض النساء، استشاري أطفال الأنابيب والحقن المجهري. أعزائي المشاهدين، هنطلع نشوف التقرير الجاي ونرجع نبتدي فقرتنا الأولى مع الأستاذ الدكتور أحمد الجزار وفريق العمل الطبي. أما فقرتنا الثانية هتكون مع مديري مصانع المنسي للتعبئة والتغليف. خليكم معانا والتقرير الجاي من داخل عيادات كوينز التخصصي.